زين، انا كنت عايز اهرب من قدري، كنت عايز اسيبه واجيلك، بس هو ضغط عليا جامد وهددني. هددك؟ رفع عليك سلاح مثلا؟ ايوه رفع عليا سلاح، كان معانا نتيجة تحليل مخدرات اللي هو عمله لي وطلع ايجابي، وهددني بيه، قال لي يا اما اسمع كلامه واساعده في القضية بتاعت كابتن ميدو، يا اما هيهددني ويبوظ لي الدنيا في المكتب ويفضحني. ده ما يخلكش تكذب وتقول ان انت اللي عملت الورقه. ولاءك لمين يا عشري؟ لا يا زين، ولاءي ليك طبعا. زين انا اسف. ادم لو حد رفع عليك سلاح بجد هتعمل ايه؟ هعمل اللي هو عاوزه طبعا. غلط. لازم تحسسه ان السلاح اللي في ايده ده ملوش فايده. زين انا كنت في موقف يخليني ما افكرش في اي حاجه غير ان انا اعمل اللي هو عاوزه. انا اصلا على كف عفريت، ما كنتش عايز اي حد ينكش ورايا. وبعدين على فكره انا كسبت ما خسرتش. على الاقل ادري ما قاليش انا مشغول، او يلا امشي بقى عشان دي قعده كبار، او روح اتصرف لوحدك. ولو هتتكلم على الولاء يا زين، لا معلش بقى، الولاء لازم يبقى متبادل مش من طرف واحد. عارف يا ادم انا قعده الكبار دي قعدتها امتى؟ بعد سنين شغل وعرق ومرمطه. وعارف جت ازاي في الاخر؟ لما جبت عميل مهم للمكتب ده. عايز تتكلم عن الولاء يا ادم؟ اوكي تمام. عملت ايه انا لما حضرتك اتاخرت في تسجيل براءه الاختراع وتسببت لي الكارثه مع اسامه؟ شايلتك الليله؟ لا. عارف ليه؟ لانك مسؤوليتي في حمايه. لو فعلا عايز تتكلم عن الولاء يا ادم، انت اللي لازم تعمل اكتر من كده عشان تستحق. عندك حق يا زين، انا اتاسفت لك وممكن اتاسف لك تاني. انا فعلا اسف. زين انا مش عاوز اي حاجه غير انك ترجع تثق فيا تاني. والله العظيم انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان ابقى قد الثقه دي. انا عملت كل حاجه غلط ممكن تتخيلها الا ان اخون واحد صاحبي. لما نشوف